يا ربي تحفظ لي امي متوتو ليا في عمرها وعمر مي باسكم حتى نتوما، ولكن في هذا البرنامج معظمكم دوقني معنى ديال انك تفقد الميمه ديالك وكيفاش انه الحياه كتخيب بلا بها، لدرجه انه كنتمنى الله انه يسبق نهاري نهارها لانه شي حاجه اللي هي صعيبه وبزاف. ولكن سبحان الله ربي ما تيعطيش شي حاجه في هذه الدنيا الا وكيعطي معها الجبر والرضا. زينب غادي تحكي لنا على المعاناه ديالها من سن 14 سنه حتى النهار اللي غادي يجي فيه الفرج بواحد النهايه اللي غادي تعلمنا واحد الدرس كبير، انه شنو ما توقعتي في مولانا غادي يعطيه لك. حكاية زوينة خصوصا النهاية ديالها، اجي نسمعوها بقلوبنا. سلام سلام، مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي، كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه حوالكم طيبه، المؤنسه ديالكم عادتي لكم جديد، واخا انه كنتعطل عليكم هاد الايام ولكن غير عذروني لانه انا مازال في البحث على البلاصه ديالي، مازال كنقاد شي امور ديالي، كنقاد ورقاتنا، كنقاد بزاف ديال الامور اللي كيخلوني انني نسبق حياتي الشخصيه والعائليه على يوتيوب. المهم والاساس هو انني ما تنغبرش عليكم وضروري نبان عندكم ولو على الاقل ثلاثه الخطرات في السيمانه، فما ديروهاش ملي قلت صواب وسمحوا لي راني كنقرا جميع التعاليق ديالكم، فشكرا على الوفاء ديالكم وشكرا على الحب ديالكم وشكرا حتى على التعاليق ديالكم اللي ما كتبخلوش بيا عليها، اللي ما كتبخلوش عليا بها. فخي ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لك اذا مازال ما انضميتيش للقناه شنو كتسنى، واجي نضم للعائله ديالنا باش تكون واحد منها باش تولي الدار دارك. وما تنساش انك تضغط على زر الاعجاب لتحت لما تيكلفك حتى شي مجهود ولكن تيدير معايا واحد الفرق اللي هو رهيب وكبير. فشكرا لكم وخليني نقول لكم بسم الله يلا لنبدأ. سميتي زينب، غادي نعاود لكم على الطفوله ديالي هي الاولى اللي غادي ندوز لكم من مرحله الروض الى مرحله 8 سنين 7 سنين اللي هي كانت واحد المرحله اللي جد عاديه. تربيت وسط اسره اللي فيها الضحك وبعد مرات نقاشات ما بين الخوت لانه كنا بينا ما شاء الله سبعه. الاب ديالي تبيع وتشري، اما الام ديالي هي اللي مقابلنا في الدار. كبرنا وسط عائله محافظه ملتزمه متدينه، الام ديالي بالحجاب ديالها الشرعي والاب ديالي بالحياه ديالو، لكن خويا الكبير فتره المراهقه ديالو كان خارج الطريق البليه والصحاب. الاب ديالي كان قاصح لدرجه كبيره، بقدر ما كانت الام ديالي حنينه وقريبه منا الاب ديالنا كان عكسها تماما. بحكم الطفوله اللي دوزتها هو الله يكون في العوان اللي كانت قاصحه مع راجل مو وما عمره ما شاف با، باختصار مفيد داكشي اللي كان كيدوز عليه راجل مو كان هو اللي تيدوزو على ولادو. في الاول كنا ساكنين في واحد الجهه، من بعد غادي نسكنو في واحد الحي واحد اخر. بداو تيوقعوا لينا مشاكل بزاف بسبب خوتي اللي كانت مراهقتهم صعيبه، كان كل واحد تيخرج من فتره كان كيدخل ليها الاخر، امي كتبقى خيفانه عليهم حيتاش كيبقاو عزاره. عمرني ما ننسى واحد النهار كنت باقا صغيره طلعت للسطاح حتى كنلقى واحد القرعه نتاع الشيشه عزكم الله مخبيه. غادي نهبط عند الام ديالي كنقول لها ماما راني لقيت واحد القرعه اللي هي كبيره وثقيله دايره بحال شي فاز، انا ما كنتش عارفه علاش كتليق، لكن الاحساس ديالي قال لي بلي انا وهذيك راه شي حاجه اللي هي خايبه. طلبات مني انا نهبطها ليها وعيطت لخويا اللي خاصمت عليه وانا ذاك كان مقطوع، فغادي يهز واحد الموس وبقى تيضرب في يديه. عمرني ما غادي ننسى ذاك المشهد، فبقيت انا غير كنهوت. المهم كل مره كنتلقى شي زبله من الزباين تاع خوتي الدراري بزوج. غادي يكبر خويا الثالث اللي كان بالنسبه لي في الدار القدوه هو خونا الكبير. هكذا كانت الطفوله، ورغم هادشي كله كانت عندي زوينه حيت كنت مقربه من الام ديالي اللي كنت كنعتبرها دائما صديقه ليا. طلعت للثامنه وهنا انا ما شاء الله كنت فاخره وعاطيه العين، والام ديالي ديما خيفانه عليا والبنات كانوا كيجروني لرا واحد الدري ما واحد الدري بغاك. انا في ذاك الوقت ما كنتش اصلا عارفه المعنى ديال شنو هي المصاحبه او اللي يكون عندك خليل، قد ما في بالي انه اذا دوى معايا شي حد او شي ذكر غادي يدوي معايا بحال كيف الابتدائي، صداقه اللي هي بريئه. غادي دير صاحبتي واحد الكونت في الفيسبوك بسميتي انا وغادي تدوي مع داك الشاب اللي كان بغى يدوي معايا على اساس باللي انا هو انا. حتى جات عندي باش تقول لي راه فلان ها شنو تيقول تيقول كيفاش، شرحت لي شنو دارت، درت فيها وقلت لها شدك اصلا تدوي معاه. عطاتني الكونت ومشيت للدار ودخلت فعلا داك الكونت وكنلقاها كتجمع معاه على اساس انا. من ظهري ما غادي يدخل غير داك خويا الكبير وغيلقى الفيسبوك ديالي محلول اللي هو ماشي ديالي اللي كان محلول غير بسميتي، وغيبدا كيقرا. غادي يعيط لامي وقال لها جيت تشوفي بنتك شنو كدير وباقا صغيره واذا كبرات شنو كتسناي منها. عيطت لي وقالت لي شنو هادشي يا زينب، بلاتي نشرح لك امي هو الاول شنو كاين. قد ما كنت خايفه من خويا
ما كنتش خايفه من امي. هنا غادي نشرح ليها بلي راه واحد البنت ها شنو اللي دات وها شنو درت، وبلي انا وخويا راه ما تيقنيش، علما انه با عنده فكره الاختلاط شي حاجه اللي هي ممنوعه ولا نقاش فيها، وما عندوش البنات تيقراو وكيتسنى غير انا نسقط باش انا نحبس. امي غادي تقول لخويا خليني نمشي للمدرسه نشوف هذا الموضوع. خويا مشى داب مع داك الدري، وانا لحد الان ما دايره لا بيدي ولا برجلي في هذا الموضوع. من هذه امي شدتني وجراتني لعندها وفتحت لي المجال باش انا نعاود ليها كل شيء. هنا فين تصاحبت معها وعطات الاتساع للبنات وليت نثق فيها غير هي. طلعت للتاسعه وانا على علم بلي انه هو الاخير ليا في القرايه، عند بالي غنولي غير ندخل نحضر ولكن ما نقراش، حيت صافي با غادي يحبسني غيحبسني. الاساتذه بداو كيتعجبوا فيا، كيفاش وليت كنجيب دوك النقاط الخايبه، علما انني قرايه. كنعقل غادي تشدني واحد الاستاذه ديال العربيه، سولتني سبب تاع التراجع ديالي، عاودت لها بلي انا وبا غادي يخرجني هاد العام. قنعتني بلي انه راك اذا جبتي نقطه مزيانه تقدري انك تقنعيه انه يخليك تكملي. قلت واخا غادي نقرا ديك الدوره الاولى ونشوف. غادي نتعرف على واحد البنت اللي وافقات ليا عليها ماما، ولكن بلا ما انني نثق فيها 100%. وانا في التاسعه واحد النهار غادي نجي من المدرسه وغادي نلقى امي اللي هي مريضه ما قدرتش تنوض. قالت لي يمكن البارح فاش دوشت راه ضربني البرده بنتي، راكت في كله نازل عليا. خصكم تعرفوا بلي انني كنت انسانه اللي هي مفشه، فغادي نبدا كناخذ المسؤوليه ديال ماما نوعا ما، واخا ما كنت كنعرف ندير حتى شي حاجه. رجعت للمدرسه مع الزوج وخليت راسها كيضرها واحد شويه، ايا تكوانسات ما بقاتش قاده تنوض، حتى غادي ديك السب خطره في الفراش. وليت انا اللي مقابلها، انا اللي كندير المرحه عزكم الله، وانا اللي كندير الغداء بالتعليمات ديالها. واحد النهار جمعه امي كانت مجبده وبا كان تيقاد شوفوا باش انه يدوش تدواش نتاع السنه قبل الجمعه، غيوقف عليا ويقول لي ما قدرتيش تعاونيني راني كنبدل امي با. ما عرف شنو قال ورديت عليه الهضره، وهذه غادي تكون اول مره با غادي يهلكني فيها بلاصه، حتى غادي ينوض خوتي انهم يفرقوني عليه، غادي يدفع خويا وغادي يضربني لقلبي، حتى بدات كتخرج ليا كشكوشه من فمي. جا واحد خويا جرني من رجليا، امي كتضرب بالعكاز لان ما كانش قاده. شبهت بكا مزيان وقلت لها شوفي شوفي امي انت غير نتي ومريضه ومجبده وشنو كيوقع ليا دابا، ما يهمكش بنيتي هادشي راه تايوقع وانا راه ديما معاك. جات اختي حيتاش ما كاينش لي قابل امي معنا، دخلت في فتره الامتحانات والشغلات نتاع الدار فما قدرتش نوازن ما بيناتهم. جات اختي اللي خلات ولادها وراجلها وقالت لينا بلي انه ضروري خاصنا ندي امي لعند الطبيب، واخا الحاله الماديه كانت عيانه الاب ديالي غير باش نذكروا لي الفلوس كان تيقول لينا راه ولادها وما تيعقلش علينا حتى بالدواء. اختي اللي كانت يصيفط لها راجلها باش انا تقدر تدي امي غير للطب العام. عائلة امي كانوا ميسورين، حتى شي حد ما قدر انه يجي يشوفها. واحد خمي حبيبي دوات ليه اختي وقالت لي راه حنا محتاجين شي بركه باش اننا نديو امي عند الطبيب، هو غادي تدخل مع شي مستشفى لانه كان كادر في ديك البلاصه وغادي يديوها المستعجلات وغادي يبقاو تيقلبوها. ما عرفوش شنو عندها بالضبط، هي بشويه بشويه امي بدات كتجي بحال الافي سي ولا الجسم ديالها كيطيح عليها وفمها تيعواج. فبما انه راجل اختي خدام وما كاينش اللي قابل ولادها، فهي غيبت لهم على المدرسه وقالت ليه صيفطهم ليا. وليت انا ما حيلت نقابل دارنا ولاد اختي ولا نمشي لقرايتي وانا عندي غير 14 سنه. غادي نضرب على المدرسه بمعنى وليت تنغيب. اختي مشات للاداره وقالت لهم الظروف اللي حنا عايشين وسط منها. لحد الان الام ديالي باقا نعسه عند الطبيب ومازال ما عرفوش شنو كاين عندها بالضبط. غادي يديروا لها لي غيم وتجمعوا عليها لي بروفيسور وقالوا لها بلي انه يقدر يكون عندها سرطان. بداو في التحاليل ولقاو بلي انه فعلا عندها سرطان في الدمع في النخاع الشوكي، والمشكله انه واكلها. بقات كتسول الطبيبه كيفاش هاد السيده عمرها ما طاحت في الفراش من قبل، علما انه هاد المرض شحال هو فيها. قالوا بلي انه غادي نبداو في حصص الشيميو على مولانا. لحد الان كنشوف ميمتي حالتها كتدهور نهار على نهار. غادي نسولها بالضحك واش امي مازال ما ناويهاش تجي للدار، عنقتها. انا لدابا ما كانش في راسي بلي انا والام ديالي فيها شي مرض، حتى جات اختي وحتى قالت لي شنو كاين، وكان جواب ديالي اللي هو بسيط جدا واللي هو اه صافي عادي دابا تشافى. عمرها ما جاتني الفكره انه شي نهار هذا المرض يقدر يخطفها مني. غادي تنعس ميمتي في الطبيب لمده 21 يوم وباقا كنعقل. طلعت عندنا جارتنا التحتانيه وقالت لي زينب بغيت نجمع معاك الدار. وعلاش خالتي حبيبك وداركم راه جايين؟ قلت لها ايوا راه جايين يشوفوا اختهم ماشي جايين عندي انا. وزيدون هاني يا خالتي كنجمع على قد الحال. هي كتجمع وانا كنت كنرون وخالتي هذه راه دارنا ما يجمعها لي حد الله يهديك. خويا فاق حتى كتعيط لي اختي وكتقول لي راه امي نزلوها للانعاش. كيفاش للانعاش؟
ديك الجاره قالت ليه صافي غير سكت، راه عادي مشات غير باش يديروا لها شي تحاليل، وهي يمكن في ديك الوقت كانوا كيدخلوها سكرات الموت. انا تنقول لهم مالها شنو كاين شنو صاب مامتي؟ ديك جارتنا تنقص تقول لها لا بنيتي راه غير كيف قلت لك غير راه عيانه ونزلوها الانعاش دير شي تحاليل وصافي. عافاك يا خالتي نطلبك طليبه شدي لي غير ولاد اختي نكمل دارنا، حيت اصلا مع زوج انا غادي نطلع لعندها. مشيت فعلا مع الوحده ونص، لبست جلابتي وانا نمشي نهز واحد الكريم، وقلت غادي نهز لها تروس ديال المكياج باش انني نقول لها مامتي انا جيت نحيد ديك المسطاش وجيت نقاد لك الوجيهين ومشت لك الشعير ونخليها ضحكه باش ما تبقاش في داك الجو ديال المرض. وانا تنهز داك الشيء في المرحاض غادي يجي عندي خويا تاني اللي كان تيبكي. مالك فلان بقيتي ديال الخدمه هذه؟ علاش انت جاي؟ واش على الخدمه؟ ما تبكيش تمشي وحده وتجي وحده اخرى ماشي مشكل. تيقول لي واه زينب نعم خرجي من الحمام بعدا وغير هضر شنو كاين ياك ما كتبكي على امي راه مشات غير الانعاش وغادي يطلعوها واحد شويه. زينب وغير سمعي بعدا شوفي راه ربي فاش تيعطي لنا شي حاجه تيعاود ياخذها لنا ياك، وحنا كنا بيد مولانا. وشكون قال لا؟ ولحد الان انا مازال بريئه في تفكيري وما طاحش ليا في بالي اللي طاح لكم نتوما في بالكم دابا. سمعي يا زينب امي ردها سيدي ربي حيتاش ما بغاش تعذب. نعم انا بقيت تنضحك شو كتخربق واش من نيتك؟ وخرجي بعدا زينب خرجي. جمعوا الجيران تيقولوا لي خرجي وانا جاتني هيستيريا ديال الضحك ما عرفتش باش تفليت. واش كتفلع عليا فلان؟ امي ما يمكنش تمشي وتخليني حنا اصلا باقيين مازال صغار. بقيت كنضربو شويه كنتهز وكنتحط حتى طحت وضربت راسي مع الدرجه ديال الحمام والدم بدا كيخرج ليا من ودني حتى غيبت ساعتين وانا مغيبه. فاش فخت كنلقى اختي وكلشي عند راسي والدنيا عامره والقران والبكا الاجواء ديال العزو. فاش استوعبت شنو كاين بديت كنغوت بغيت امي يجيبوا لي امي ما يمكنش انا تمشي امي وتخليني بوحدي لا ما يمكنش. بقى كنعقل على ذاك النهار با كان واقف عند راسي والجيران واختي وحتى وكلشي هو كان داير يديه في جيبو تيقول لي دابا انت علاش كتبكي صافي ربي داها. كيفاش ربي داها؟ بديك الحراره اللي فيا وما حسيتش قلت لي كون غير مشيتي انت وبقات هي راه هي السند ديالنا في الدار با ما يمكنش هادشي اللي كتقول. ها هما جابوها باش يغسلوها ولحد الان انا مازال مرفوعه ومامتي قاش بلي انه مامتي راه ماتت. تنقول لهم راني بغيت غير نشوفها بغاو الفوطه باش يمسحوا ليها وانا كنت مقابله مع البيت اللي كانوا تيغسلوها فيها. جات اختي قالت لي يا زينب امي فاقت. نعلي الشيطان يا زينب قولي لي غير فينا هي الفوطه ديال امي وعطاني حتى القطن. انا عاوتاني ترفعت وبديت كنقول امي الفوطه فين هي امي الفوطه؟ لا مامتي هي اللي كتعرف بلاصه الفوطه ديالها. تنشوف اختي وتنقول ليها لا لا ياك مامتي ما غاديش تجاوبني ياك صافي مشات. علما انني عمرني ما حضرت لشي جنازه عمرني تخيلت شي نهار مامتي غادي تسبقني. ها هما سالاو الغسيل ديالها وبدينا كندخلوا باش نشوفوها واحد بواحد. والله ما نكذب عليكم اذا فاش دخلت باش نشوفها كلي تنرجف. لدابا باقا صورتها قدام عينيا كانت بيضه لاقصى درجه. كان كيسحب ليا والشاعلين البوله ديال البيت وكانت ضاحكه ومبسمه. بقات كتقول لي يا اختي هانت يا زينب شوفي كيفاش مامتي ضاحكه وماتت وهي مشاهده شو بغينا اكثر. ملي جيت نبوسها كنلقاها بارده بديت كنقول لهم مال مامتي بارده غطيوها عفاكم فيقوها مي فيقي ما تخلينيش بوحدي العاره امي لا ما نوضي. خويا الصغير كاع ما كان فاهم حتى شي حاجه غير تيشوف وتيبكي وكيجي كيتخشى فيا وتيقول لي صافي يا زينب غير سكتي باركه. من بعد غادي يخرجوها والموبيل ديالنا كان كله عمر من الفوق لتحت والحومه كلها مستوكيه بالناس والطوموبيلات بحال شي وفد. ما عرفتش اصلا منين جا داك البشر كله. جات لومبولونس وجات هزتها. انا هنا تبلوكيت ما بقيتش عارفه شنو تنقول من غير حياتي وقفات حياتي مشات. خوتي الدراري عنقوني وتيصبروني. اختي كانت عندها انا داك 27 الاخر 16 وخويا الكبير 22 سنه الاخر 21 وانا كانت عندي 14 سنه الى ما اخره كنا كاملين بينا صغار. اما اختي الكبيره كاع ما كانتش معنا في المغرب ما قدرتش تجي. دازت الاسبوع ديال الجنازه والدار كتخوى عاد كتضربني الترفيقه ديال الفقد الحقيقي لانه الدار عامره كتكوني كتلفي وكتلهي واحد شويه. خوالاتي نهار سالا العزو نهار غادي يغبروا وعمرهم بقاو حطوا رجليهم عندنا. اما اختي غادي خصها ترجع لدارها باش انها تشوف وليداتها وشكون غادي يبقى لينا حنا؟ يعني ديك المسؤوليه اللي كانت هزه مامتي انا اللي غادي نهزها واللي جاتني قاسحه وبزاف. نطيب ونعجن ونجمع الدار ونصبن ونقد الحوايج لخوتي ونقرا. انا واحد الانسان اللي كانت معوله على مامتها وما كنت نعرف حتى انني نطيب. ما عليناش رجعت لقرايتي في الدوره الاولى ولكن لقيت راسي بلي انا ما بقيتش قاده
ولقيت راسي بلي انني كنفكر في الانتحار في داك السن اللي هو الصغير، لدرجه اني طلعت للسطح وتنقول لهم خاصني نتبع امي، امي راه ما كاينش بحالها. كتقول لي اختي انا معاك، تنقول لها لا انت ماشي هي امي. امي كنت نعاود لها كل شيء ونخرج معاها في اي بلاصه، وكاع صحاباتي تيقولوا لي سعادتك بها، ودخلت في اكتئاب. فهاد الوقيته لقينا عائله بابا، عمامي مشاو، راه زينب خاصها تكمل قرايتها با، وحنا رازين بخصها تكمل قرايتها، وحنا ماشي في عهد الجاهليه باش انك تحرمها منها. قال لهم ماشي نتوما اللي غادي تقولوا لي شنو غادي ندير، غادي نجلس في دارهم تيجي شي ولد الناس والله يعاونها. انا اصلا من الصغر وانا عارفه بلي انا مستقبلي هو الزواج بحال خوتي. فاش سمعتو تيدوي بحال هكاك خرجت لعندو وقلت له با انا اصلا ما قديتش نزيد نقرا، انا اصلا ما تليت باغا ندير والو في هذه الحياه، واعطوني غير 9 كاملين وانا بغيت نتبع غير امي وراه غادي نتبعها. هو ملي سمع بحال هذا الكلام ما عرفش واش خاف ولا ما عرفش شنو وقع ليه، ما جاوبنيش، وليت غير سد عليا في البيت، لدرجه داك الغض اللي كان فيا وداك الزين كله تمصمشا. وانا غادي يقول لهم با بلي انا وغانا غادي نخلي زينب تكمل قرايتها حتى الباك، ماشي على اساس باش انها تقرا لا، ولكن على اساس انها تلقى بالناس وتخرج من هذه الحاله. غادي يهضروا معايا العائله، زينب ما تنسيش قرايتك هي الاولى. رجعت كنقرا ورجعت جدت هامده، ما تليت بغيت ندوي مع حتى شي حد، ولا اساتذه غير كينصحوا فيا. جا الموحد ديال الدوره الثانيه وما كان وجد ليه ما تنحفظش، خوتي الدراري بثلاثه بهم كاملين كانوا باغيين يتحكموا فيا. وصل النهار ديال الموحد باش انني ندوزو، وانا في عقلي غير ميمتي، بقى كان عقل غادي نبدل ديك الورقه زوج ديال المرات لانه كانت كتعمر ليا بالدموع، وما تنعرف ما نكتب، وعرفت بلي انه غادي نسقط داك العام. خرجوا النتائج ومشيت نشوف، تخيلوا معايا، حتى كنلقى راسي بلي انني نجحت. كيفاش درت ليها؟ تصدمت وبكيت حيت كاع التلامذ جايبين مواتهم وكيعنقوهم وفرحانين معاهم وبهم. مشيت لدارنا اللي كانت خاويه وعطيتها اللبكه وتنشكي غير على روح ماما، وعلاش امي مشيتي وخليتيني، فلانه نجحات وجابت امها، عقلتي عليها، وفلانه وفلانه. اختي مسكينه دات ما في جهدها باش انها تسكن معانا، ودوزات معانا شهر ديال رمضان بيد ما لقات الكره. في نفس الوقت كانت كتعلمني كيفاش نطيب. هاد العام ديال السانكيام كنت انا دايره حجابي اللي كنت ملتزمه به من التحضيري، غير هو كنت كنلبس العصري ولكن كان طويل. ملي ماتت امي قالوا لي لا غادي ديري الحجاب الشرعي، وانا اصلا راني دايره، غير هو ما غاديش نبقى كنلبس السروال تاع الجين، غادي نلبس كساوي والجوبات، شي حاجات اللي هما طوال وما يكبينوش ليا رجليا. داك خويا اللي كبر مني واللي كان خارج على الطريق من بعد الموت ديال امي غادي يلتزم، وغادي يحيد كاع دوك التحاسن ودوك الحوايج لاحهم ولا الصلاه فوقتها، والفجر والجامع ما كيفلتوش، تحرك على راسو حتى ولا كيجي باب الحلال. هو غادي يدخل الالتزام، واحتضر على هاد الكلمه، ولكن غادي يدخلني معاه انا الجهنم ديال التشدد. لازم غادي تلبسي الخمار، لا انا ما غاديش نديرو، وانا خصكم تعرفوا بلي انا الشخصيه ديالي قويه وعنيده، بمعنى اذا جيتيني بالخاطر نقدر نتبعك، اذا لا راح نديمه في المشاكل. وداكشي اللي كان رفض داكشي اللي تيامر عليا به، ومشى عند با قال لي بنتك عاجبها تمشي متبرجه، وراه شحال من مره كنلقاها كتهضر مع الدراري في المدرسه، تيطيح عليا الباطل فابور، شحال من مره كليت عليه العصا، شحال من مره تيطلع للمدرسه كيقلب الغياب وما تيلقى حتى شي دليل عليا. مشى عند با وقال لي راه بنتك كتسلم على الدراري بالوجه، وانا اصلا هذا الشيء قطعاه وما عنديش اصلا في القاموس، انا كنت مركزه في قرايتي حتى نشد الباك. واخا داك العام تظلمت بزاف زيروني فيه وكليت العصا، لكن الهدف ديال خويا المتشدد انني نخرج، فاش ما قدرش عليا وشافوني انني ما كندير والو فعلا غادي يخفوا عليا في السيزيام ديالي وغادي نطلع للباك. انا كنت التليفون ديالي كان ديه ديما المدرسه، واحد النهار كان عندي امتحان في المانيا، اللغه اللي ما تنفهم فيها حتى شي حاجه، واخا عييت ما نقراها. دويت مع واحد صاحبتي قالت لي دي معاك التليفون ديالك انا غادي نعتقك، وانا راجعه للدار الصباح لقيت راسي انني ناسيه ساروت. عييت لخويا، ها هو شد فيا وحرض با عليا علاش نهز معايا التليفون، غادي يحيدوه ليا. دوزت امتحان وما لقيت ليه تقني، هما ما بغاوش يدوزوا ليا ساعات اضافيه في المواد اللي ناقصاني، والوطني قرب وتنقول لا راه خاصني ننجح باش من مكان، واخا عندي مسؤوليات في الدار، واخا محيدي ليا التليفون، واخا مزيريني. دوزت الباك ديالي اللي تقاتلت معاه، والله العظيم غير برحمت مولانا. غادي تعيط ليا صاحبتي مع 6 ديال الصباح وغادي تقول ليا زينب هنيه عليك راك شديتيه. ما تيقتش وما قدتني فرحه، ولكن مع من غادي نشاركها؟ با غادي يدخل من الفجر مع 6 ديال الصباح، قلتها ليه، قال لي ايوا ها انت نجحتي، كل عام كتفرعي لنا راسنا، خايفه لا نسقط خايفه لا نسقط، ايوا ها انت نجحتي، ايوا مبروك. زاد نعاس وخلاني. بديت كنشوف فيه البنات كل وحده دايره معايا ابل في فيديو، كل وحده معنقه امها، وانا عنقت الخديه ديالي، والله ما فرحت.
بالنسبه لمي انه شي وحده في بناتها تاخذ الباك كان غير حلم، حيت جبا كان ضد القرايه. واللي نسيت ما قلت لكم انه في السيزيام ديالي غادي يتزوج با بواحد المراه اللي الله يعمرها دار، حتى واحد خويا غادي يتزوج. والحاله انا داك بدات كتقاد واحد شويه، ولكن با حدو ضرب هو وياها 8 شهور هو وديك المراه طلقاتو، حيت ببساطه ما قدرتش انها تصبر لي على باله وعلى احكامه، وجاتها صعيبه القضيه معاه، ماشي حيت حنا كاينين ولكن حيت مع با، فطلقاتو وبقات العلاقه ديالنا حنا ولادو معاه زوينه. المهم انا ملي شديت داك الباك قلت للباب اللي انا غادي ندفع لافاك، ما غاديش نحضر، غادي نمشي ندوز غير الامتحانات كنت حتى نشد الدبلوم ديالي. انا ما تقوليش لي هاد الهضره وما عنديش البنات، وديك لافاك عرفتي شنو سميتها؟ سد عليا كاع البيبان. وداك الصيف شدني الحماق، قلت لي صافي غادي نطلع عند عمي فين تيسكن ندوز معاه شي ايامات. هضرت مع عمي وطلبته انه يدوي مع با، فعلا دوى معاه وعمتي ومع عمتي حتى هي الاخرى. من بعد غادي نقنعوه باللي انه خليها تمشي ولكن خوتها يديوها ويجيبوها. فجيت تحطت امام امر الواقع، شكون في خوتي غادي يتكلف بهاد المهمه؟ كلشي رجع للور، حيت كل واحد وشنو عنده في حياته. ايوا صافي الحل هو انني نجلس في الدار. عثرت لصاحبتي سجلتني في لافاس. السيمانه الاولى كانت كتوصلني واحد صاحبه امي بيد ما قديت الوراق ديالي، فاش وصلت للمرحله انني نمشي نجيب البوليكوب اولا الدروس تيقولوا لي لا، جاتني قاسحه. في الاخير وقفت على با وقلت لي غادي ندخل لواحد السونتر نقرا الباتيسري اللي حدا الدار. ايه واخا، ولكن انا راه ما عندي ما نعطيك ولا نخلص عليك. نوض انا كندير السوايع الدراري الصغار باش انني بديت كنخلص على راسي. داك السونتر غادي نقرا فيه واحد ثلاثه ديال الحصص اللي كنت كنلقى فيه العيالات كبارات تنخرج من المشاكل ديال دارنا، وكنلقى داك السونتر عامر بالعيالات وكل وحده كتجي كتشكي من راجلها ولا ولادها ولا حياتها. ما كاينش الجول ديال القرايه والو. من ظهري شي عيالات كانوا سابقيني غادي ينجحوا وصيفطوهم لواحد السونتر واحد اخر اللي كاين في المدينه. فانا مشيت نبكي على ديك الشاف تما بلي انه باغا نتعلم، ولكن هنا ما كاين حتى شي حد حيت نقصوا العيالات. قالت لي جيبي لي غير باك نهضر معاه. عيطات ليه وقالت لي راه بنتك غادي تبقى كتهبط مع زوج ديال العيالات في الطاكسي باش انها تمشي للسونتر الاخر، حيت ما مخلطش، علما انه كان مخلط. ودوك العيالات كانوا مره كيمشيو ومره لا، ومعاهم ما كانوا صحابات مع بعضياتهم، بالنسبه لهم انه الطاكسي ما كنلقاوهاش بثلاثه، فكانوا كيجيو معطلين. وبالي راسي بلي انا بسببهم ما بقاوش كيشدوا طاكسي، وليت كنمشي لراسي لمده عام وانا تنكذب على با انني تنمشي معاهم. كل مره تنمشي تنقول بلي انه هذا النهار هو اخر نهار ليا. ايوا يا سيدي، با قال لي البنت خاصها انها تنوض تزوج بحكم انه كانوا كيجيو فيا الخطاب. كل مره كنت كنرفض فيها هو تيبقى تيقول لي انا ما بقيتش قاد على المسؤوليه ديالك وعلى الصداع اللي عندي هنا كل نهار في الدار. غيجي واحد صاحب خويا اللي حتى هو بحالو الدراعيه والسروال القندريسي واللحيه، وغادي يطلبني من خويا، ولكن انا ما باغاش بحال خويا، ما باغاش نعيش ولادي داكشي اللي معيشني انا خويا من جحيم. انا ما باغاش نبقى جالسه في الدار وندير النقاب ونمنع ولادي من المدرسه، لكن المشكل انه في دارنا كلشي عجبو هذاك صاحب خويا، وبا قال لهم هذاك هو اللي غادي يتزوج. جات اختي قالت ليه راه زين بابا مازال ما قداش على هذه المسؤوليه، بقات كتهضر معاه. صافي نسينا داك الموضوع ديال الزواج. قريت الحصص ديال الباتيسري اللي كنت كنمشي لهم بالخلعه وكنجي لهم بالخلعه، وكنت كنخلصهم بجيبي من دوك السوايع ديال الدراري اللي كنت كندير، ولكن كنت كنقول ماشي مشكل، المهم انه انا هاد العالم تنسيني في دارنا وفي المشاكل ديالها. تصاحبت مع الشافات ديولي، وكنت انا هي الصغيره تما، وكان معروف عليا الحشمه وداخله سوق راسي والضحك في حدود. شهر 6 غادي نخرجوا ستاج، مشيت قلتها لبا بلي انه خاصني نمشي لشي باتيسري نستاجي. اشنا هو زدح عليا الطبله وعاود ليا نفس السيناريو، حنا ما عندناش البنات. زيت معاه في الهضره بدا كيغوت وغادي يرفض تماما. شنو غادي نقول لكم، بكيت غوت تهضرت بالادب شويه، العائله تدخلت والو هي والو. فواحد صاحبه امي كانت سولات فيا وتشكيت عليها بلي انا وبا ما خلانيش، وبلي انا راه ما عندناش الفران في دارنا وما عنديش حتى الماتيريال. قالت لي راه كاينه واحد السيده كنعرفها مطلقه وعندها غير بنيته، غادي دوزو لك داك السطاج زعما من دارها. جات ديك صاحبه امي وهضرات مع با وضمنتني بلي انني على المسؤوليه ديالها. صيفطتني معاها ومع مرت خويا واختي باش انهم يتيقنوا. دخلت بواحد النيه وحانيه راسي لاقصى درجه، تنقول اهم حاجه انني نتعلم. مشيت كنلقى راسي بلي انني كنغسل الفماعن، اذا بغات طيب الغدا كنقطع ليها البصله ونشلضها، ومعا هي كتقري عن بعد لقيت راسي انا كنشد لها الكاميرا. والحاجه اللي تعلمت هي انني نوزن المقادير ونستفهم لها متولين، ومن بعد نبقى حاضيه ليها الكاميرا ديالها ونغسل ليها الماعن ونمشي في حالي. 21 يوم ومازال ما تعلمت حتى شي حاجه وما درت حتى شي حاجه. ملي شفت راسي بلي انا ما غاديه فين قلت لها سمحي لي اختي انا ما نقدرش نكمل، وخرجت في حالي.
واحد النهار خرجت انا وواحد صاحبتي اللي كانت جات عندي للسنتر باش نضرو في المدينه بلا خبر دارنا، حتى غادي يوقف علينا واحد الشاب كيعرفها هي وبدا كيهضر معايا. انا داك عجبني في المظهر ديالو، بديت كندوي معاه وانا خايفه لا شي حد في خوتي يشوفني. قال لي بلي انا خدام وفي عمره 30 سنه وطلب من مرتي باش انا نتعرفوا ديك الساعه باش انه يجي يتقدم ليا. انا رفضت لانه ما قدرتش ندير هذه الخطوه. صاحبتي قالت ليه انا اللي غادي نكون ما بيناتكم نتوسط لكم، واللي بغيتي تقولها ليها انا نوصلوا ليها. من بعد اسبوعين قال لي انا غادي ندوي مع با باش يجي عند باك. فعلا عيط ليه فين كاين وقلت ليه عافاك ما كتعرفني ما كنعرفك، مش با عند با وما تفهموش في الهضره. قال لي با ما عنديش بنت للزواج. الدري اصر بلي انه باغيني وبدا يطلب ديك صاحبتي. انا ذا كنت كندوي معاه بكل احترام وعمرني عاودت ليه المشاكل تاع دارنا اولا انه باغا نهرب منها اولا من داكشي اللي تنعيش بالعاني تنقول لي حاطيني في عينيهم. غادي نمشي ندوي مع واحد بنت عمي اللي كانت مقربه ليا. خدات مرتو ودوات معاه وشرحت ليه كيفاش با داير. فعلا مشى هز با ومشاو عند با اللي غادي يعجبو ولقاه محترم ودار معاه نهار الجمعه مع الوقيته الفلانيه. مشيت عاودت لاختي وجات بنت عمي وجلسنا تنوجدوا الطبله من اولها لاخرها. جا ودرت نظره شرعيه وخويا ما كانش عاجبو الحال لانه كان باغي ليا شي واحد بحالو. وداك الشاب انا داك كان جاي بسروان تاع الجين وقميجه، يعني داك الشيء اللي انا باغا. فاش تعمقات معاهم اختي لقاو بلي انه في دارهم اللي هي كبيره عايش 15 لواحد، واذا جيت غادي نكونوا حنا 16 لواحد، والكوزينه مشتركه وباقا صح هو اللي لعب دور العجوزه. امامو الله يعمرها دار. هو كان قال لي بلي انه غير 6 شهور غادي نعيشوا معاهم ومن بعد غادي نخرجوا نكريو، ولكن وسط الجماعه فاش كنا كنهضروا ما قالش هاد الهضره. قالت لي اختي راه خوتو اللي كبار وما تفرقوش على بعضياتهم، راه مستحيل حتى هو انه يخرج ويخلي العائله ديالهم، وخصوصا انه هو من واحد المنطقه اللي معروفه انهم عندهم العائله رقم واحد خصهم يبقاو مجموعين. المهم فاش دينا وجبنا في الهضره لقينا بلي انه العرايسات هما اللي تيخدموا ديك الدار. في الاخير با قال ليه انا بغيتك ليها ولكن مشات تخرج تكري ليها واخا غير بيت في كوزينه. انا اكدت ليه الهضره ديال با وقلت ليه الله يعاونك، قلت ليه الله يعاونك لانه ما اتفقناش وعرفت بلي انه ديك 6 شهور ما منهاش غيديني ونبقى ساكنه معاهم. ودعته ومن بعد خديت الدبلوم ديالي وجيت انا الثالثه، ولكن ما خلانيش با لا نخرج ولا نخدم ولا نكمل قرايتي وبقيت جالسه غير في الدار. كنفيق كنجمع الدار وكنجلس، لا خروج لا هوايه لا خدمه. هضره زوج انت خاصك تزوجي، وانا ما قدرتش نقبل باي واحد لانه ما بغيتش نخرج من الحبس ونجلس في بابه. خوتي قاصحين ولكن يمدغوني وما يسرطونيش. هادشي كله تيديروا حيتاش هما خايفين عليا، اما خويا الكبير قطعني مشحال هادي لانه ببساطه ما بغيتش ندير الحجاب الشرعي والنقاب. با انسان صعيب ولكن حتى شي حد ما عنده الحق انه يقيسني من غيره هو. شكون ما كانت الحياه الحمد لله عليها، امي باقا عايشه معايا لداخل والفراغ اللي خلاته عمر شي حد انه يقدر يعوضو ليا. شكون ما كانت تكون الحمد لله على حياتي على خوتي اللي زيروني في الفتره ديال المراهقه، لانه عن طريق البنات كنت ربما نقدر نزلق زلقات اللي هما خايبين. انا عندي يقين بلي انا ربي غادي يحل لي بيبان ديال الخير وغادي يعوضني خير لانه مقابله دارنا بكل شي فيها حتى بخوتي. انا عاودت لكم القصه ديالي باش تنصحوني وسط الظروف وتقولوا لي شنو نقدر ندير. انا اليوم عندي 21 سنه لكن مواقف خلات ليا عقل ديال 30 سنه. هادشي كله يا ساده يا كرام فراسكم بلي انه كانت قالت لي زينب هذه سنه، لكن سبحان الله اليقين ديالها في مولانا من بعد ما قلت ليها بلي انا وصلت النوبه ديالك باش نحكي القصه ديالك غادي تعطيني جديد قدني اللي توقعت من رب العالمين. من بعد سنه فاش جيت نهضر معها وسولتها شنو الجديد في الحكايه ديالك قالت لي انا كنت كنهضر مع واحد الولد هذه 6 شهور، وبحكم انه مع بعضياتنا ساكنين في مدينه اللي هي بعيده بزاف فكنا كنهضروا غير في التليفون. سافرت عند عمتي واحد النهار وبقيت معها مده طويله، كنخرج مع بناتها وكنت انا وداك الشاب ديما مضربين على الغيره ديالو، وانا ملي كنتعصب كنبقى كنهضر بالغوات. ضربنا وفي كل مضربه كيقول لي اسمحي لي واخا انا اللي كنكون غلطه في بزاف ديال المواقف. عرفتو بلي انا حنين ومتقي الله، ولكن انا واخا هكاك كنت ما متيقاش وكنت دايره لراسي واحد التكبيره. المهم في هاد التسافيره قال لي بلي انه فوقاش غادي ترجعي لداركم لانه دابا قررت باش انا ندوي مع باك، راه هذا هو الوقت. انا جمعت راسي وعطيتك وعد اننا ما نفوتوش عام، وهنا على قد كلمتي يا بنت الناس. فعلا دوى مع با وافق واختي وافقات
وانا ما قدتنيش فرحه، وكنت خايفه لانهم ما يبغيوش في دارنا، حيت بصح كنقول هذا هو ولد الناس اللي بصح بزاف ديال المواقف عرفوني بلي انه هو راجل، وفي هذا العام كامل عمره ما قال لي صيفطي لي تصويرتك نخبيها، اولا قال لي شنو لابسه، اولا قال لي نشوف لون شعرك ولا كيفاش داير. من النهار الاول شرطها وهو قال لي حتى انا داكشي اللي بغيت، حب اللي بصح كان خالي من الشهوات. في الحرم اصلا اولا في فتره نتاع التعارف كنت ديما تنقول يا ربي تسمح لي لانه كنهضر معاه، وكندير صلاه الاستخاره يا ربي الا عندي فيه شر بعدو عليا، والا عندي فيه خير يسر لي امري معاه. الحمد لله جا لدارنا ودرنا تعارف وخطوبه وما خلى ما جاب ليا والديه وخوتو الله يعمرها دار، ومتفهم وما عندوش مشكل انني نكمل قرايتي، متفهم بزاف ديال الحوايج وانا كنبغيه ولكن هو اكثر مني وبزاف. الحمد لله دابا الشهر الجاي عندنا عقد قران والعرس، وكنهضر معاه حاليا وتيقول لي يا انت يا بنت الناس بغيتك ونويت الحلال، وملي نويت الحلال استخرت ربي وانا ما كان عندي والو، من تما ربي كيرزقني من حيث لا احتسب. الحمد لله انه في خدمته غادي يتزاد رتبه وكيوجد للدكتوره ديالو، وها حنا كنتقاتلوا الحمد لله ربي مسخر لنا كل شيء تم العرس اللي ما كنتش عوال عليه، كل شيء جا حتى لعندي اللي سمع حكايتي، وعندو ميمته بغيت نقول لي غير يتهلا فيها. ربما قصتي مقارنه مع بزاف راه ماشي شي حاجه، ولكن اللي داز راه ما ساهلش، والله العظيم اللي داز عليا في العامين الاولى من مورا الموت ديال امي ما كيتنساش، العصا اللي كليت من عند دارنا والبطل اللي طاح عليا، وشحال هما باغين انهم يجلسوني وانا ما قاداش ندافع على راسي، ولكن عمر السكت والبكيه ما كيخليوك تحركي من بلاصتك من غير انك تبقاي في بحر الاكتئاب. نط بقيه من الليل وكنشكي لربي وكندعي انه ربي يجيب ليا رزقي حتى لعندي، والحمد لله كنطلب من الله انه هاد ولد الناس يكون العوض الجميل من عند الله تعالى. كنت صليت صلاه الاستخاره قبل ما انه يجي ويدير التعارف، وفي هاد الوقت غادي نحلم بميمتي انها جات لعندي وكتقول لي فودني بنتي توكلي الله معاه راه فيه خير كبير ليك، ومشات صافي فقط. من تما قلت بلي انا وانا موافقه الحمد لله. تيقول لي شنو بغيتي انت يا خاطرك هو الاول وكل شيء بغاه ليا في العائله ديالي. الوصيه اللي بغيت نوصي من حكايتي اللي عنده ما يضيعش الوقت ويستغل اي لحظه معاها. انا في عمري 14 سنه فقدتها، وانا دابا عندي اليوم 22 سنه بحال البارح، اللي سمع حكايتي يدعي لي مع ميمتي بالرحمه. وصيتي الاخيره البنات ما تقنطوش، واللي عرفت شي واحد راه ماشي دير فيه الثقه العمياء وتصيفط صورها وكل شيء، لا 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 هذا خطا كبير، حيت الواحد ما كتعرفو حتى كتعاشرو. وانا راه واخا هذا الشيء كامل مع هاد ولد الناس ما نقدرش نحكم عليه بزاف، حتى نعاشرو في دار وحده وبزاف ديال الحوايج، المهم هو انه يكون هو متقي الله ويشوف فيا ربي وحتى انا كذلك. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية زين بيا سادة يا كرام. كانت غادي تكون عندي نهاية واحدة أخرى أو لا خاتمة واحدة أخرى، لكن سبحان الله من بعد ما تغيرت النهاية ديال زينب فمبقى عندي ما نزيد، الله يسخر لها في الأمور ديالها. وأكيد سبحان الله العظيم إذا تقصي في مولانا وكان عندك يقين فيه باللي أنه غادي يسخر لك شي حاجة غادي يجيبها لك حتى ما بين يديك، شنو ما كتثق في مولانا كيعطيه لك. فاللي تيعيش من شي فترة اللي هي خايبة غير يصبر وغير يدق باب ربي، وربي ما غاديش يخليه. هذه كانت حكايتنا الليلة، دمتم في رعاية الله وحفظه، ما تنساوش أنكم تخليو تعليق جميل لزينب، وسلام سلام.